like the lake very much. And I also enjoy teaching the students. They are very enthusiastic to learn. سألت سيد ستيف عن هل سبق وأن زار الكويت من قبل. ذكر بالفعل سبق وأن زار الكويت أكثر من مرة، بالتحديد 4 مرات. وسألت أيضا عن هل وجد في فرق بين تلك الزيارات الأربع. بالعكس قال لا يوجد أي فرق، والكويت بلد جميل ويستمتع عندما يدرس الطلبة هنا في الكويت هذه اللعبة وهذه الرياضة وهي الكوكشي. مستر ستيف، what do you think about the future for this art? Well, the future for IFK Kyokushinkai is very, very good. Today we train very hard, and to look at the new people starting, it has a very good future. And I am very pleased to have students like I have here at the moment. Their value is the same as anywhere in the world. يعني يمكن عزيز سألنا الأستاذ ستيف عن مستقبل هذه أو هذا الفن بالكويت. يمكن الإجابة أن المستقبل إن شاء الله راح يكون جيد لهذه الرياضة. يمكن الطلبة والتزامهم بالتدريبات بشكل جيد أيضا يعني يطمن ويبشر بالخير، وعرض عن سروره بوجود مثل هذه المواهب المتواجدة في الكويت. بدر، أخيرا يمكن واحنا قاعد نسألك قلت كلمة أو من حرفين ما دائما يمكن تترددونها، ونس وس ولا شنو؟ الأس. اي أس أس أس، هذه أكثر كلمة تستخدم بالكيوكشن كاراتيه. الهانشي ستيفر نيل علمني إياها من أول يوم دخلت عند الصالة لندن ومبودن. أول ما دخلت الصالة أول كلمة علمني إياها قال لي أس، وقتها ما عرف شنو هي، بس شرح لي إياها شرح ودي لو الكل يسمعها منه أهو، لأن شرح أصلي مثل ما يقولون أو أصيل. لو تسمعها منه شوفوا عارف أنا شنو قاعد أقول. أس، you know أس أس، I know the word very well. Are you sure? Oh yes. Okay. Can you tell the viewers please what mean? Us is a word used by Kyokushin, which is very easy to understand. It means hello. It means goodbye. It means I understand. I have good spirit. And if you greet me, I go us. I say hello. If I fight, I go us. I'm gonna fight. So it has many meanings. Okay. Us. Us. Without fight. No, we are only friends. Us. Us. It's a Japanese word, or it's a Japanese word. Yeah. Uh-huh. If you translate it more deeper, then it has a number of meanings. It means to keep fighting, to keep striving, to get better. It is a very handy word to use. I think you know, if you get the book, which my country representative has, and he will give it to you, and then you can read all about us. But wherever you go in the world, you go to Kyokushin, you go us, and go, oh, us, that means hello. So it's Japanese word. It's a Japanese word, yes. طبعا سألنا يمكن أغلب لاعبي الكوكشن إذا سبق في يوم من الأيام والتقيتوا واحد من لاعبي الكوكشن راح تسمعون كلمة أوس، فحاولنا نعرف معنى كلمة أوس. حسب تفسير السيد ستيف أرنل، كلمة أوس هي كلمة يابانية ولها أكثر من معنى. معناها أهلا وسهلا، معناها مع السلامة، معناها أنا مستعد للقتال، معناها أنا على هبة الاستعداد لأن أقاتل. فبالتالي كلمة أوس كلمة بدأت تنتشر ما بين لاعبي الكوكشن وهي كلمة معروفة. مستر ستيف، any final word? No, I'm just very honored and thank you very much for inviting me to your studio. I sincerely hope that there will be many more people who would find it interesting to learn about Kyokushin IFK. We have a good representative. He's a good instructor, and I hope at the next world tournament we will have fighters from Kuwait to take part. Sure, we hope so. سألت سيد ستيف في النهاية عن أي كلمة أخيرة يحب يقولها.
طبعا شكر القناة الثالثة على الدعوة للحضور الاستديو, وأيضا يتمنى ومتشوق لأن تأخذ هذه اللعبة لعبة الكوكشن حيز أكبر من الشباب الرياضي في الكويت وتستقطب الشباب الرياضي في الكويت لهذه اللعبة, وأيضا يتمنى يقول في بطولة العالم القادمة نجد لاعب من الكوكشن من الكويت يشارك في بطولة العالم للكوكشن. I hope that in the future you will be able to show some of our DVDs of the World Tournament for children and for adults, and I'm sure that all the people would enjoy it. Yeah, we hope so. طبعا سيد ستيف يقول أتمنى أن نعرض إن شاء الله في المستقبل لقطات من الدي في دي, لقطات دي في دي لهذه الرياضة خاصة للأطفال والشباب حتى أيضا يحبون هذه اللعبة وينضمون لممارسة هذه اللعبة. نعم, كلمة أخيرة أخوي علي. مثل ما قال أستاذي الهوشي ستيف برنيل, بس أشكركم على اللي قمتوا فيه وعلى جهودكم في نشر الفن هذا وتعريفكم فيه وعلى جهود الشباب الكويتي بالفن هذا. قبل أن أختم علي, وين الحين مثلا شباب صغاري بيون بيلعبون اللعبة, وين يروحون لكم, وين مكانكم؟ طبعا نحن ندرب بصالة فنون قتالية بنادي الكويت الرياضي السبت الاثنين الأربعاء من الساعة 7:30 للساعة 9:30, وبإذن الله اللي وده يشوف أو وده يتدرب أو وده يكون عضو من الفريق يقدر يجينا ويشارك. فريف تشارج, فريف تشارج إن شاء الله إذا يدي وإذا مصوكم فريف تشارج. لا هي أساسا يعني هي تقدر تقول في اشتراك شهري رمزي لأداء اللعبة, بس مثل ما يقولون هذا جزء من شغل وهذا كله مردود لكم إن شاء الله. Finally, Mr. Stibarnel, thanks a lot, and I hope to meet you again, inshallah. I sincerely hope you will meet me again, and inshallah. I sincerely hope we can give you more news on the development. But all I can say is, us! Thank you. كل الشكر أخوي علي على وجودك معنا في برنامج كافيه رياضي, يعني يعطيك شيء جميل أن نشاهد مثل الشخصيات الكبيرة أن تتواجد معنا داخل الاستديو برنامج كافيه رياضي. راح ننتقل مع